عندنا فقره صور كابتن 15 سنه، حضرتك تقدر تعلق على كل صوره ممكن تشوفها حضرتك قدام الشاشه باي يعني تعليق ممكن تحبه يعني. طيب كاميرتك انا يا كابتن قدام حضرتك اهو، ده اول صوره كابتن، كابتن اسماعيل يوسف طبعا، تقول له ايه؟ حبيب قلبي سمع، ربنا يوفقك. انا من اشد الناس اللي فرحت ان انت رجعت للتدريب الكريم بتاعك، لان انت مدرب كبير وناجح، وربنا يوفقك ان شاء الله وهتطلع بالفرقه دي السنه الجايه ان شاء الله. الصوره بعدها كابتن، كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. حبيبي يا غزال وحشتنا، وربنا يجعل مساواك الجنه ويبارك في أمين. في ياسمين وعبد الرحمن. امين يا كابتن امين. طيب الصوره اللي بعدها كارتيرون كابتن. مين كارتيرون؟ الكيمياء بتاعته ماشيه مع لعيبه الزمالك. تمام تمام. الصوره اللي بعدها كابتن جمال عبد الحميد. حبيبي يا جيمي وحشتني، عايزينك نشوفك كده تعمل لنا بصمه في التدريب ان شاء الله يعني. ان شاء الله كابتن. طيب الصوره بعدها شيكابالا. شيكابالا طبعا رمز كبير من نجوم نادي الزمالك، واتمنى ان هو يبقى موجود في الملاعب دائما يعني. تمام. موسيماني يا كابتن، شايفه ايه مع نادي الاهلي دلوقتي؟ يعني مش عايز اتكلم عشان الناس ما تزعلش، هو طبعا يعني حقق نتائج كويسه جدا 10 على 10، الكابتن الخطيب مسانده بنسبه 100%، ما فيش حد بيقدر، بس انا شايف اللي شخصيته مش قويه، مش قويه على النادي الاهلي. تمام. الصوره اللي بعدها كهربا يا كابتن. مين؟ كهربا. كهربا ربنا معاك. تمام. امام عاشور الصوره اللي بعدها يا كابتن. لازم تبص يا امام، انت بتلعب في نادي كبير ولازم تبص للمشاكل اللي كان بيعملها اللعيبه اللي قبل كده، اللي كان بتؤدي الى اللي هم يبطلوا كوره، ونتمنى ان انت ترجع لرشدك لان انت لعيب كويس ولعيب كبير يعني. تمام. الصوره اللي بعدها كابتن، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. محمد الشناوي اهلي؟ احسن جون في افريقيا. تمام. اخيرا كابتن حسن الشاذلي الله يرحمه. الله يرحمك يا كابتن، افتقدناك والنادي وحش من غيرك. تمام. اخر سؤال يا كابتن قبل ما انهي مع حضرتك، ترسانه ممكن يرجع للدوري الاضواء مره ثانيه ان شاء الله؟ السنه دي مجلس الاداره عامل شغل كويس والجهاز الفني، واحنا كلهم في ظهرهم يعني، واتمنى اللي هو يطلع يعني، كفايه كده بقى يعني.